وعلى طول ونقزت يا طويل العمر وطلبت خلف من هذال. حتى هو تفاجأ يعني، والد شباب وبعدين جاي أمشي 200. يعني أنا لو بعد 10 سنين ولا 5 سنين من دخولي للساحة عرضت علي الأسماء دي يمكن أرفض. ونظر لي وضحك ورد علي رد يمكن إنه فيه نوع من السخرية. عيد بن مربح جاب الحفلة اللي فيها صياف وشليويح ولعب لها طاروق مع صياف طاروق ممتاز. وكنا نفضل الكويت لأنهم صراحة كانت المكافآت عندهم زينة. بن جدران الله يرحمه في الشرقية وأنا أسمع به أنه يلعب محاورات. كان صياف قال لي أنت اللي تبي ترحب واطلب الرياحي. الكلام هذا كشفه الرياحي ببيت، قال ترى شرابة البن اليماني تكره السنتوب، يعني السنتوب العصير يعني حق الورعان يعني. صح. والله عاد ما ادري هو زعلان ولا منسحب. المهم انه انا اول مره اقابله يتكلم بصراحه، يقول انا اول ما دخلت ساحه المحاوره اول ما انشد عن عيوب الرجال قبل اقابله واجهزها له واسمخ. اذا كانت مقياس كل شاعر بيسوي له ملحمه برا ويجي يغنيها عند الناس يقول ردوا عليه. اي شاعر بيتعسر لا يمكن يبدع القاف اللي هو بيتعسر فيه بنفس الملعب. انا راضع معهم، راضع مع العتبة. يقول لك لا تفسر بيتك للجمهور. اي هذه وصيه. مل في من الشعراء اللي انا للامانه ارتاح للعب معه. شوف حاليا الساحه انا احس انها بدت تصحح وضعها شوي. دستور العصيمي انا التقي فيه ورجال طيب الله يرحمه وكريم واليامنة قابلته خص بالغربية والله انه من اطيب الرياجيل اللي احنا نواجهه.